سلام الله. تعرفوا بيك خونا كريم. دكتور سالم مبسوط، طبيب مستشفى جلاء بنغازي. دكتور سالم، بنسألك، نحن توا في رابع جمعة في الاعتصام هنا بميدان الشجرة، انت تشوف ان المطالب لبوهن المجلس والحكومة ولا مازال؟ والله واغلبية المطالب هو المجلس ما لبهنش، يعني لبى ممكن مطلب او مطلبين اللي هو تعريف السيرة الذاتية لاغلبية الاعضاء في المجلس الوطني، ولكن في نفس الوقت اتخذ اجراءات اخرى اللي الناس ما كانتش عندها بها العلم. مثلا طلع مسودة قانون الانتخاب وكل يوم كان فيها جديد، يعني يوم يقول نسبة النساء تمثل 10% وثاني يوم يقول لا هذه أقل نسبة. يعني كانوا الشباب والناس ومنظمات المجتمع المدني في مدينة بنغازي عندهم فين اعتراض واجد، يعني إن ما حد ناقشهم في الموضوع هذا. الحاجة الأخرى هم الناس هنا طلبوا أن أعضاء المجلس الوطني يتناقشوا مع الشباب هنا. تم العكس، تم إرسال أعضاء من المجلس الوطني عشان يسكتوا الشباب مش عشان يتناقشوا معهم. يعني لما يقولوا نقطة يقولوا لا هذه فكونا منها، لا هذه لا. سقف المطالب كان عند الشباب 14 مطلب هذينا، وبعدها بأسبوع ارتقى سقف المطالب إلى تغيير المجلس الوطني بالكامل. اللي جونا هنا من أعضاء المجلس قالوا لنا تغيير مجلس بالكامل ما نقدرش عليه لأن ما فيش قانون انتخابات وما نقدرش نغيروه في الفترة هذه، فلذلك أعطونا فرصة وأعطونا وقت، نفس الكلام اللي كنا نسمعه فيه من قبل. فلذلك كشباب هنا في ميدان الشجرة ما ناس راضين على التغييرات اللي صارت. أنا نسمي فيه اللهيات، مش عارف أنت شو تسمي فيه. أنا بالنسبة لي أنا نسمي فيه لأني طبيب، نسمي فيه إبر تخدير هذينا. سمفين إبر تخدير. فلذلك نحن كشباب ما نسرضين على التغييرات اللي صارن، ونطالب المجلس الوطني بالشفافية والنقاش. ما نبوش حاجة واحدة أخرى، نبو تناقش معهم إذا كان نحن على حق ولا هم على حق. إذا كان نحن على حق ينبون لنا مطالب وعلينا وعلى الرأس، إذا كان هم على حق صدقوني نحن ما نش متكبرين، حنتفقوا على كل حاجة وإن شاء الله ما يصير لك الخير. باي انت تو كشاب، يعني نسبة الشباب في ليبيا تفوق 70%، في احصائيات يقولها 80%، هل تشوف ان الشباب اخذ حقه سواء في المجلس او في الحكومة او في اي مؤسسة دولة؟ طبعا من ايام المكتب التنفيذي محمود جبريل يقول الشباب 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 الشباب، فرحنا طبعا. بعد ما عدى محمود جبريل جاء المجلس الوطني وسيطر على اغلبية الامور هو والحكومة الانتقالية، ولم نرى منهم اي تغيير، بالعكس حتى ممثل الشباب فتحي تربل سلموا شباب الرياضه وما يدري ما يدري ما يدري ما يدري شيء عليها، فهمتني؟ وطلبنا نحن في المطالب بتاعتنا ال 14 ان يمثلوا شباب في المجلس الوطني، لان المجلس الوطني ما يحتاجش الى خبره، ما يحتاجش الى شهادات مثلا علميه متطوره، يحتاج فقط الى تنفيذ اوامر، اوامر هي اوامر الحكومه، والمجلس الوطني ما استجابش لهذا الامر. بالنسبة اليوم اسمها جمعة توحيد الصف، ومعظم ميادين الطالب تصحيح المسار في مدننا طالب بتوحيد الصف اليوم في هذا اليوم، شنو تحب تقول بالمناسبة؟ بالنسبة لي أنا والشباب المعتصمين، يعني اليوم تلاقيت مع أكثر من منظمات مجتمع مدني وشباب، منهم المهندس، منهم الدكتور، منهم المدرس، يعني كلهم كان المطلب الأساسي والرئيسي هو تصحيح المسار. يعني مش حبا منا ان نحن نسلقوا او ان نحن نبوا نطلعوا او نمسكوا قيام مناصب، بل بالعكس الحاجه المهمه اللي طلعنا عليها هي ليبيا. يعني نحن نبوا حاجه كويسه، يعني ورونا ديرونا حاجه كويسه ونحن معكم، لكن نحن ما شفنا شيء. نحن انا في بنغازي وفي المناطق الشرقيه ما شفنا شيء، بالعكس يعني كل حاجه اندارت لصالح فئه معينه. كل قانون داروه لصالح فئه معينه. كل الناس اللي كانت قبل 17 فبراير قاعده بعد 17 فبراير. تعدي للمصرف تلقى المدير هو المدير الاولي، المدير هو اللي قبل كان يقول لك الله ومعمر وليبيا وبس، تو يقول لك 17 فبراير. شكرا.